الصحة والجمال، لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي إسعافات. إسعافات النهاردة هتكون إسعافات إنسانية، هنتكلم فيها عن الإسعافات بالنسبة للصم وضعاف السمع. طبعا حضراتكم تعودتوا ان انتوا تشوفوني على قناة الصحة والجمال كضيف. النهاردة أول يوم أكون معاكم كمحاور، لأن إذا حضروا الماء بطل التيمم، في حضرة أستاذي الأستاذ أيمن جلال موجه الإعاقة السمعية بإدارة التربية الخاصة بالفيوم، لا يسعني إلا أن أكون له تلميذا نجيبا وأن أستمع له في حوارنا اليوم. يسعدني أن أرحب بالأستاذ أيمن جلال، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يسعدنا أيضا أن نكون معنا اليوم ولأول مرة الأستاذ محمد دخيل، وهو من الناشطين في مجال التوعية والتثقيف بالنسبة للأخوة الصم، وهو من مرضى الإعاقة السمعية أو الأصم. أهلا بك أستاذ محمد. في بداية الحلقة عايزين نتكلم يا أستاذ أيمن عن إيه هي الإعاقة السمعية. عايزين نخلي المشاهد الموجود معنا في الحلقة يعرف يعني إيه إعاقة سمعية. هي الإعاقة السمعية ببساطة جدا وحتى لا أطيل، هو خلل في الأذن ينتج عنها خلل في المدركات وما إلى ذلك، وبالتالي يفسر أو يتم تفسير الشخص في هذا الأمر على كل ما يستقبله خاطئ، نتيجة قد يكون ضعف توصيلي، قد يكون ضعف في الأذن الوسطى أو الداخلية، فيؤدي إلى هذا الأسباب من ضعف السمع. تمام. طب لو حابين نعرف المشاهد إيه هي الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى وجود إعاقة سمعية عند الطفل؟ والله هو قد يعني من الناحية الإكلينيكية قد تكون أسباب قبل الولادة، والأسباب اللي هي ما يسمى بالأسباب الوراثية. الأسباب الوراثية قد بتنقسم إلى قد تكون أسباب قبل الولادة وفي أثناء الحمل وما بعد الولادة. بالنسبة للجزء الأولاني اللي هو أسباب اللي هي الوراثية بالتحديد، يعني ما يمكن ما يكون مسألة زواج الأقارب. تمام. مسألة انتقال الكروموسومات والجينات ما يسمى بالصفات المتنحية، فبتؤثر بالتالي على مسألة الأطفال وما إلى ذلك في مسألة زواج الأقارب، اللي هي ما يسمى كما تفضلت وقلت وقبل حضرتك ما يسمى بالأسباب الوراثية. لو انتقلت للجزء الآخر اللي هي أسباب قد تكون مكتسبة اللي هي ما قبل الولادة، ممكن أثناء الحمل إصابة الأم ببعض ما يسمى بنقص السوائل، قد تكون الأم برضو في بعض الأحيان برضو مصابة ببعض الحصبات أو بعض تعرضها لبعض الحميات وما إلى ذلك. الحصبات نوضح للسادة المشاهدين لها مثلا زي الحصبة الألمانية. الحصبة مثلا الألمانية. نعم. تمام. الحصبة الألمانية وما إلى ذلك، وبرضو إصابة الأم برضو ببعض ما يسمى بالقيء، فده بيؤدي مستمر. إلى نقص السوائل حول الجنين، فيؤدي بذلك إلى الإصابة بالإعاقة. تمام. قد تكون هناك إصابات برضو إصابة الجنين نفسه بعد الولادة بالصفرة، ارتفاع نسبة الصفرة، فيؤثر ذلك على الطفل، وقد تكون هناك بعض الإصابات الأخرى تعرضه لبعض الحوادث وما إلى ذلك. تمام. يعني نقدر نقول إن الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أنواع، قبل الولادة وأثناء الولادة وبعد الولادة. نعم. تمام. طيب بالنسبة للأب أو الأم، إزاي أنا أكتشف إن ابني عنده مشكلة في السمع؟ ويا ريت لو اقدر اكتشف. نعم. ايه العلامات اللي ممكن تكون موجوده او ايه الحاجه كاب او كأم اقدر اكتشف؟ المساله دي تحتاج طبعا، او هذا النوع من الامر يحتاج ان الوالدين يكونوا على درايه كامله بمساله الطفل وما يدور من اشياء حول الطفل وما الى ذلك، لان الاعاقه السمعيه قد يولد الطفل طبيعي ما فيهوش اي مشكله خالص، ولكن يصاب بعد كده بنوع من الضعف او نوع من الصمم وتؤثر على حياته. لكن احنا ممكن نعمل تست بسيط بالنسبه للطفل خالص، ان هو ما يسمى مثلا بنعمل حاجه اسمها الاي بي ار اللي هو ما يسمى بقياس السمع، بحيث انه بنعرف بالظبط هل الطفل بالظبط الاعاقه، هل لا قدر الله في اعاقه موجوده عنده كاعاقه في الاذن او ما الى ذلك، وبالتالي يعني ده ما يسمى بالاكتشاف المبكر. النقطه المهمه جدا برضو في المساله ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نجنب الطفل دايما اعراض السخونه.
لأنها بتؤثر بالتالي على الطفل، وتأثيره للأسف بيبقى تأثير بالسالب مع استمرار يعني استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالنسبة للطفل، قد يؤثر عليه وتأثير لا قدر الله يأتي بالإعاقة. تمام. طيب في بعض أولياء الأمور بيبقى في البيت مثلا الطفل مثلا عنده سنة أو سنتين، يبتدي ينده على الطفل، يلاحظ ان الطفل ما عندوش اي استجابه خالص، ما بيستجيبش. نعم. للصوت اللي هو بينده عليه. نعم. هل ده ممكن يكون مؤشر ان ممكن يكون في سبب؟ قد تكون هناك في رشح خلف الطبله. تمام. او ما يسمى ويعرف في مشاكل خلف طبله الاذن من وجود ميات او ما الى ذلك، فوجود الميات خلف الطبله بتسبب الى نوع من رشح خلف الطبله، فبيبقى لها تاثير، والتاثير بيبقى بالسالب. فبنحاول بقدر الامكان ان احنا بنعرضه، اذا لاحظت الام هذه المساله فبتحاول بقدر الامكان ان هي بتعرضه على طفل اخصائي انف واذن، بحيث بيشوف بالظبط المساله هل في فعلا ميات خلف الطبله او ما الى ذلك، وبناء على ذلك بيتم ايه تحويل الطفل او ما الى ذلك. هو ده اكتشاف مبكر بالنسبه، لازم تكون الام عندها توعيه في هذه المساله. طيب بالنسبه للاب والام اللي بيشاهدوا او بيلاحظوا العلامات دي موجوده على الطفل، يتصرفوا ازاي او يتوجهوا لمين؟ نعم. يقدروا يعملوا ايه عشان يكتشفوا المشكله دي عند منهم مبكرا؟ الاكتشاف المبكر بالنسبه للحالات دي بالذات زي ما بقول لحضرتك بيلتزمها اول حاجه ثقافه عاليه من الوالدين، رقم اثنين انها تتوجه الى اقرب طبيب او وحده صحيه، بحيث يتم عمل اللازم، سواء هل موجود رشح خلف الطبله او هل في اي مشاكل بالنسبه لايه بالنسبه للاذن. تمام. انا بسال دلوقتي الضيف اللي معايا، انت بابا وماما عرفوا ازاي ان انت عندك مشكله في السمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بحب ارحب بيكم، برحب بكل الاخوه الصم المسلمين الموجودين في مصر والعرب. بابا وماما، هو كان طفل، كان توام مع توام تاني، اخ تاني، اثناء ما كان بيتعلم الحبو كان هو واخوه كانوا بيحبوا مع بعض، فيجي بابا ينده عليه، ينده عليه يقول له يا محمد، ما يلتفتش، ينده يقول لي يا احمد لاخوه الصغير، اخوه التوام بتاعه، يقول له احمد، فاحمد يلتفت لبابا، لكن محمد ما كانش فيه اي استجابه منه تاني. فبابا طبعا قاعد يفكر ويلاحظ ان الموضوع كده، في هما الاثنين توأم، واحد بيستجيب والتاني ما بيستجيبش. قرر المحاوله اكتر من مره، في الاخر عرف ان في مشكله، فبدأ ياخده يروح للدكتور. تمام. طيب بالنسبه للحاله اللي معانا يا استاذ ايمن، ده يعتبر مثال حي للاب والام اللي هم بيلاحظوا ان ابنهم عنده مشكله، فبداوا يتصرفوا ويروحوا للدكتور عشان يعرفوا اذا كان في مشكله. طبعا احنا بننصح كل اب وام ان هو يعمل نفس الموضوع ده. تمام. طيب احنا عايزين نتكلم عن لغه التواصل بين الصم. تمام. اللي هي لغه الاشاره. عايزين حضرتك تعرفنا كده سريعا. نعم. ايه هي لغه الاشاره وايه هي اهم ملامحها؟ هي لغه الاشاره هي يعتبر ببساطه خالص كاي لغه متواجده بين شخصين، يعني الحوار بيتم بين شخصين على اساس مرسل ومستقبل. هنا بالنسبه في الحاله، هنا بالنسبه لحاله محمد الوضع يختلف تماما، او بالنسبه لحاله الصم عموما. ليه؟ لان هنا في هنا مشكله، انا قلت في البدايه خالص تعريف بالنسبه للتعريف الاعاقه السمعيه، ان في مشكله في مساله الاستقبال اللي هي الاذن. مساله الاستقبال دي اللي بينوب عنها اشاره. طيب احنا معانا فيديو تقرير هنشوفه مع بعض على الشاشه، ونرجع بعد كده نعلق عليه. زي ما شفنا معاك، زي ما شفنا مع بعض يا جماعه في التقرير، ان مشكله لغه الاشاره ان مش كل الناس تعرف الاشاره. تمام. صحيح. يعني زي ما شفنا في التقرير ان البنت كان ممكن لا قدر الله يحصل لها حاجه لو ما كانش فيه مترجم او حد يعرف لغه الاشاره. صحيح. نرجع ونكمل مع حضرتك كلامنا عن لغه الاشاره. نعم. انا بقول ان لغه الاشاره بالنسبه للفئه دي او بالنسبه للمجتمع كالماء والهواء. ليه يا استاذ ابو الخير؟ لان المساله دي مهمه جدا، لانها فيها تواصل. احنا يمكن شفنا في التقرير ان البنت دخلت المستشفى ووالدها محتار، عاوز الطبيب عايز تشخيص للمرض، هو مش عارف، وما في بالتالي ما فيش مترجم. فانا بعتبر ان لغه الاشاره دي مسؤوليه كل واحد،
مسؤوليه كل واحد في المجتمع، لان قد يكون الاصم وخصوصا بالنسبه للصم عددهم بدا يظهر في الفتره الاخيره دي ويظهر بطريقه واضحه كبيره جدا. قد يكون يتعرض واحد في الشارع مثلا لقدر الله من الصم دول لاي مشكله، فيبقى المفترض يكون موجود الحد الادنى من المعرفه، الحد الادنى من المعرفه بالنسبه للفئه دي بحيث انه هو يقدر يساعده. تمام، زي ما احنا عارفين طبعا ان لغه الاشاره مش ثابته. تمام، يعني بتختلف من منطقه صحيح. لمنطقه او من دوله لدوله. تمام؟ صحيح. طب الاختلاف ده بيكون بنسبه كبيره تعوق التواصل ما بين الاصم والشخص اللي بيعرف لغه الاشاره او الصم وبعضهم من بلد لبلد، ولا النسبه بتكون بسيطه؟ هو بالنسبه لمساله لغه الاشاره هي لهجات، زي كاحنا في مصر هنا مثلا زي لهجه بحري غير لهجه الصعيد وهكذا يعني، لكن هي بتختلف من مكان لمكان. لكن المساله بالنسبه لمساله الصم بتعتمد على حاجه، بتعتمد على اللي هو بيعلمه. يعني لو في واحد بيعلمه كويس جدا بالتالي هو الاصم هيستجيب وهتبقى استجابته كويسه جدا وعاديه جدا. لكن المشكله ان احنا اوتينا من جهلنا. ازاي؟ يعني انا ممكن لا ادرك لغه الاشاره وبالتالي بقى اعطي للطفل الاصم لغه غير صحيحه، وهو بالتالي بينقلها للصم اللي زيه، وبالتالي يجي واحد مش مدرك لغه الاشاره وياخدها من اصم ويبني الخطا، فالخطا بيبقى مبني على خطا. انت كشخص اصم، تمام، ايه هي المشاكل اللي بتقابلك داخل الاسره بتاعتك؟ هو طبعا داخل الاسره هو لوحده اصم. تمام، مفيش حد بيتكلم اشاره، لو نزل الشارع او راح للدكتور مفيش، كله بيتكلم، فلازم أن يكون في مترجم. تمام، وجود المترجم هو اللي بيسهل عليه التواصل مع الناس اللي موجوده. طيب انت داخل الاسره بتاعتك، ما بابا وماما بيعرفوا اشارات؟ تمام، صعب. ما فيش اشارات، فلازم يبقى في حد بيترجم لهم الاشاره. طيب انت ما فيش اشارات في البيت، انت بتعمل ايه؟ بتروح فين؟ بيروح يقعد على القهوه مع اصحابه الصبح، بس ده مش كويس. تمام، مفيش قدامي غير ان هو يروح لاصحابه الصم اللي موجودين على القهوه، لان طبعا في البيت مفيش حد بيعرف اشارات. طيب انت في الشارع ايه المشاكل اللي بتقابلك كاصم؟ لو عايز يروح عنوانه مش عارفه فبيجي يسال حد محدش عارف. تمام، طب بالنسبه للتاكسي، حتى لو عارف عنوانه وعايز يوقف تاكسي مش عارف يقول للتاكسي احنا هنروح المكان الفلاني، فما فيش تواصل. السبب ان المدرسين معلمهوش القرايه والكتابه في المدرسه كويس، فعشان كده ما عارفش ان هو يكتب او يتواصل معاه بالكتاب. طيب انت بالنسبه للمدرسه ايه المشاكل اللي بتقابلك انت كأصم في المدرسه؟ تمام، في المدرسه طبعا المدرس ما بيعلمش كويس او مش بيراعي ربنا في ضميره. طب احنا سالنا الناس في الشارع، تمام، وسالناهم ايه لغه الاشاره، احنا في الشارع سالنا الناس وقلنا لهم انتوا تعرفوا ايه عن لغه الاشاره. تمام، في ناس جاوبت وناس ما عرفتش. نشوف معانا التقرير يا جماعه اللي صورناه في الشارع عن لغه الاشاره. اسعافات انسانيه. تعرف تتعامل مع السم والبوك؟ اشارات يعني؟ لا، هم لهم اشارات معينه بيعرفوا يتعاملوا بيها مع بعضيهم، انما انا بالنسبه لي بس بفهم يعني حاجات بعض حاجات منهم. بتفهم يعني لغه الاشاره؟ يعني بيعمل كده ياكل كده ميه بس، ما اعرفش اكتر من كده. عادي نوعا ما يعني، سمو البكم ده يعني بمشاوره، بتشاوره الايد وبتاع وكده وبس يعني نوعا ما. تعرف يعني لغه الاشاره؟ يعني على قد ما معرفتي بلغه الاشاره بانها يعني حاجه كويسه يعني. تعرف تتعامل مع سمو البكم؟ لا. طب تعرف يعني لغه الاشاره؟ الإشارة يعني مثلا شو أقول لك كده، أقول لك هذه مثلا إشارة، دي الإشارة ولا دي الإشارة يعني صح ولا مش هي دي الإشارة؟ أما السكم والبكم ده موضوع تاني. هتعامل إزاي مع السكم والبكم؟ والله لو عارف الإشارات هتعامل معاهم، مش عارف الإشارات أحاول أفهمه.
افهمه بقى باحساسه باي حاجه، المهم ان انا اساعده خلاص. فوقات يعني مش كل الاشارات اللي هم بيقولوها ببقى فاهمها، بس يعني بعرف اتعامل يعني. طب تعرف ايه عن لغه الاشاره الخاصه بيهم؟ مش دارس فما اعرفش حاجه، بس يعني ايه هو بالفطره كده انا بفهم هم عايزين يقولوا ايه، وهم برضو بيفهموا، لان هم يعني سبحان الله ربنا بياخد حاجة بيعوض بحاجات تانية احسن يعني. مفيش اشارات ممكن تكون مثلا عارفة؟ مش اي اشارات؟ مش عارف، ممكن تكون مش اشارات يعني بالنسبة ليهم، بس هم بيفهموا انا عايز اعمل ايه لما اشاور فوق كده، بيعرفوا ان انا بشاور على السماء وربنا موجود في السماء. ايه تاني؟ يعني لما بكون في نعمة ولا حاجة بعمل كده، بقى انا بشكر النعمة زي ما هم بيعملوا. شكرا. اسعافات انسانيه. ورجعنا لكم بعد التقرير. زي ما شفنا في التقرير يا استاذ ايمن ان ناس كتيره مش عارفه يعني ايه لغه اشاره، حتى في الشارع يمكن التقرير كوميدي شويه، واحد يقول لك الاشاره كويسه حلوه، فالناس حد يقول لنا اشاره المرور بس. ما هو طب المشكله دي جت منين؟ هي المشكله طبعا جت من عدم التثقيف، وهنا مسؤوليه الدوله في المساله دي، ومسؤوليه المؤسسات الحكوميه، لان بيقع على عاتقها المساله التوعويه دي، لان المفترض احنا عندنا تثقيف المجتمع، فتثقيف المجتمع بالنسبه لهذه الفئه مهم جدا جدا جدا، واخد بال حضرتك ليه؟ لانه بناء عليه يعني انت زي ما شفنا في التقرير واحد ما يعرفش يعني لغه الاشاره، زي بيقول لغه حلوه جدا وكويسه جدا، ما عندوش خلفيه، فبالتالي لو الاصم ده وقع في مشكله في الشارع ما حدش هيقدر يساعده، ما حدش هيقدر يساعده. عشان كده يمكن انا يمكن من خلال المنبر بتاعكم انا بوجه فعلا رساله لجميع المسؤولين في الدوله، ان فعلا يبقى في اهتمام مش بالنسبه ليهم هم بس كاشخاص، لا بالنسبه لينا احنا حتى كعاديين، كناس عاديين، كناس بنسمع وبنتكلم، ان احنا نقدر نعمل في كل مكان، في كل محافظه، في كل مثلا مؤسسه، في كل وزاره، نوع من التثقيف على اساس انها تنزل ليهم، قد تكون محاضرات، قد تكون ناحيه تثقيفيه للتعريف بالفئه ده وكيفيه التعامل معهم، اللي هي الاساسيات، الاساسيات اللي احنا زي كده الحاجات المعيشيه في الحياه بالنسبه ليهم هم. انا طبعا بضم الصوت لصوت حضرتك، لازم الدوله تقوم بواجبها، ولازم احنا كاشخاص برضه نقوم بواجبنا تجاه الاخوه الصم او تجاه ذوي الاحتياجات الخاصه كلها. وبحب اذكر الساده المشاهدين يا جماعه ان التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه عمل ذو اجر واجره، يعني انت لما تتعامل مع شخص اصم او شخص ذوي احتياجات خاصه انت بتاخد اجرين، اجر من الله سبحانه وتعالى، واذا كنت موظف او كنت بتشتغل مقابل مادي فانت بتحصل على المقابل بتاعك، فلازم نخلص النيه ربنا سبحانه وتعالى عشان نحصل على الاجر والاجر. هنرجع لاخونا محمد، انت في البيت عرفنا المشاكل اللي بتقابلك، طيب انت في الشغل بتعمل ايه؟ في برضه مشاكل كتيره. مفيش شغل للصم والبكم حاليا، لازم يبقى فيه شغل وندخل. طبعا الاخوه الصم بيعملوا اللي هي البنات او الحاجات اللي بتتوزع في الشارع اللي عليها الاشارات، طبعا ده عيب جدا ومش كويس، او اسلوب مش كويس، يعتبر تمام شحاته، فهو متضايق جدا من الموضوع ده، بس هم لجأوا للموضوع ده علشان مفيش شغل او مفيش حاجه تقدم لهم مقابل مادي. تمام. وكمان اصحاب الشركات اللي بتقدر توظف صم بالنسبه للقانون 5%، اصحاب الشركات بتوظفهم بس كده كشكل صوري، فبتبتدي تقول له خليك انت في البيت وتدي له راتب صغير وتقول له خليك في البيت وما تجيش، بس هم كصم عايزين يشاركوا في الشغل ويبقى الشغل بتاعهم تمام زي ما يرضي ربنا. طيب استاذ ايمن، بالنسبه للمشاكل اللي اثرها الاستاذ محمد في تعليم الصم نفسهم في المدارس، ايه المشاكل او اكتر مشاكل بما ان حضرتك في توجيه الاعاقه السمعيه، ايه المشاكل اللي بتقابلهم في المدارس؟ والله هي المشكله دي قد تتلخص اولا نقدر نقول من الناحيه الاكاديميه. الناحيه الاكاديميه ان للاسف يعني اعتقد ان حتى الان ان الاصم ملوش كتاب خاص بيه. ودي مشكله كبيره جدا. قد تكون الوزاره يعني عاكفه هذه الايام على اعداد كتاب ليهم او ما الى ذلك، لكن حتى الان لم يخرج الى النور كما يقولون يعني. لكن احنا المفترض ان هو بيتم اولا بالنسبه عشان نمحو اميه الاصم بالنسبه للفئه دي، المفترض ان انا بيبقى عندي اتجاهين. الاتجاه الاول اللي هو ما يسمى بالمعلم، يجب ان يكون في اعداد للمعلم ده، واعداد بطريقه يعني احنا مش عايزين نقول ايه
كنظام نعمل مؤتمرات ونعمل شو إعلامي، لا، لأن ده على أرض الواقع مع الأسف ما بيبقاش محقق قوي. لكن المفترض لكن في ناس أفاضل، في ناس أفاضل في الموجودين فعلا وبيعملوا بجهد، وفي ناس يعني فعلا زي ما تفضلت وقلت حضرتك بيعملوا ابتغاء أجر الله من الله سبحانه وتعالى، لأن هم حاسين بالمسؤولية أو شاعرين بالمسؤولية تجاه هذه الفئة حضرتك. لكن التثقيف أنا وجهة نظري أن حتى الآن لم يتم بصورة كافية ولم يتم في إطار أكاديمي صحيح. طيب احنا معنا تقرير، احنا من شويه سالنا الناس في الشارع وقلنا لهم تعرفوا يعني ايه لغه اشاره، ففي ناس ما عرفتش لغه الاشاره. طيب احنا عملنا تقرير عشان نعلمهم ايه هي لغه الاشاره او نعلمهم الحروف بلغه الاشاره. نشوف مع بعض كده التقرير ونرجع تاني. شفنا تقرير سريع عن الحروف بلغه الاشاره. رجعنا تاني للاستاذ ايمن ونكمل كلامنا عن مشاكل التعليم في مصر بالنسبه للاخوه الصم. نعم. زي ما ادلفت كلامي سابقا وقلت لحضرتك ان المشكله تتلخص في عدم وجود كتاب للاصم، ده رقم واحد. رقم اثنين عدم وجود الكوادر، اعداد كوادر داخل هذه المؤسسات او داخل هذه او كما يقولون داخل هذه او المدارس التي تقوم بتعليم هؤلاء الايه هؤلاء الصم. لان انت لو لاحظت محمد في كلامه ان هو كان بيشير لمساله ان مساله المعلم الى حد ما في شويه في بعض المعلمين مش واخدين الموضوع كمهنه، لا واخدينه كوظيفه ان هو بيشتغل فيها وخلاص. لكن واخد بالك في ناس افاضل، في ناس افاضل وقايمين فعلا يعني فعلا ربنا يجازيهم خير بعملهم على اتمم وجه، يعني دي حقيقه يعني بالحضرتك. لكن انا عايز اقول ايه، عايز اقول ان العمليه او زي ما بيقولوا كده المساله مشتركه ما بين الجميع، ما بين الوزاره وما بين المدرسة أو المعلم وما بين الأصم والأسرة، فالأربعة مشتركين مع بعض في التثقيف بالنسبة والمجتمع طبعا بالنسبة لتثقيف هذه الفئة. نقدر نقول أن منظومة الإصلاح بالنسبة لمشاكل التعليم للصم في مصر هنا تقدر ننطلق منها من خلال إعداد الكادر البشري اللي بيتعامل مع الأصم نفسه وإعداد منظومة المناهج اللي بيتعامل من خلالها الأصم. صحيح. تمام. صحيح. طبعا ده بالإضافة إلى مشاركة الأسرة نفسها والمجتمع ككل. صحيح. طيب إحنا هنرجع لمحمد. تمام. زمان تمام مفيش اتصال ما بين الصم، دلوقتي انتوا بتتواصلوا مع بعض ازاي؟ زمان كان في الموبايل بس مكالمات فيديو، كان بيشتغل على الفايبريشن او الهزاز، فيبتدي ان هو يديه لحد تاني عشان يتكلم، حد متكلم، فيبتدي يعرف اسراره، يبتدي يطلع على الاسرار بتاعته. دلوقتي طبعا بقى في مكالمات الفيديو، ممكن يتكلموا مع بعض من خلال الفيديو بالاشاره. تمام. طبعا دلوقتي برضو بالنسبه لكل الصم بيقدروا يستخدموا لغه الاشاره. طيب بالنسبه للنت فيديو، طب والفيس بتتعاملوا مع بعض ازاي؟ تمام. طبعا دلوقتي بيتعاملوا مع بعض من خلال الفيس بالاشاره، اليوتيوب برضو. تمام. يبتدوا يتعاملوا مع بعض بالفيديو 10/10، يبقى مبسوطين جدا هما بيتعاملوا مع بعض، يبتدوا يرتقوا مع بعض، وكل شويه بتطلع حاجات احدث واحدث بيقدروا ان هم يطوروها او يستخدموها لصالحهم. استاذ ايمن بالنسبه قبل بس ما انتقل بالنسبه للتعليق على هي مساله النت، فمساله النت دي من ضمن الاشياء اللي ساهمت في تثقيف الصم بدرجه كبيره جدا جدا جدا، دي حقيقه فعلا يعني بحضرتك. فده شيء موجود او اتوجد وبالتالي الصم استغلوه وبقوا في كفاءه عاليه جدا بالنسبه للمساله. تمام. يعني احنا نقدر نقول ان زمان كان الشخص الاصم بيستخدم الموبايل بس كفايبريشن او هزاز. صحيح. صحيح. ينبهه ان في اتصال، ان في اتصال. تمام. لكن هو عايز يتكلم مع حد، يا اما ان هو بيبعت له رساله مسج نصي او كتابه نصيه، كتابة نصية او ان هو بيشوف حد متكلم يبتدي يقول له. صحيح. خد اتكلم معاه. طبعا ده كانت بتعرضهم لانتهاك خصوصيه، بتعرض للمشكله وكان بينتهكوا الخصوصيه بتاعتهم طبعا. صحيح. جدا. صحيح. تمام. طيب انت كاصم نفسك في ايه الحكومه تعمله عشان الصم يبقوا تمام؟ يعملوا ايه؟ تفعيل قانون 5% عشان الصم كلهم يشتغلوا ويرتقوا، ما يفضلوش قاعدين مكانهم، لا يرتقوا. تمام. ان الاشخاص السامعين او المتكلمين يبقوا اعلى من الصم شويه، لا احنا كلنا زي بعض، احنا عندنا النظر كويس، بنقدر نمشي كويس الحمد لله، صحتنا زي الفل 10/10 الحمد لله. قانون 5% لازم يتفعل، الجمعيات لازم تساعدنا،
لازم كل الجامعات تساعدنا، لازم يبقى فيه مترجمين اشاره. تمام. طب انت بالنسبه لموضوع الجامعه ايه ظروفه معاك؟ الشخص الاصم بعد ما بيخلص ثالثه ثانوي فني بيقعد في البيت ما بيقدرش يتحرك، هو نفسه ان هو يدخل الجامعه ويشتغل ويشغل دماغه ويتفتح، ما يقفش مكانه ثابت زي ما هو، عشان ما بنتكلمش في نفضل واقفين مكاننا، لازم ان احنا الاثنين نرفع مع بعض سوا مع بعض. هو تعليق الناس في مساله الجامعه، الحمد لله يمكن السنه دي الحمد لله يمكن المساله دي يمكن قمنا فيها في اداره التربيه الخاصه في الفيوم، ويمكن لقاء مع نائب رئيس الجامعه في المساله دي. فان شاء الله في خطوات ان شاء الله لمساله تفعيل الجامعه بالنسبه للصم في المساله دي. تمام. طبعا احنا استاذ ايمن من اساتذتنا واللي علمونا لغه الاشاره، فاحنا في الفيوم عملنا مبادره اسمها مبادره الصم يتعلمون. بدانا نجمع الاخوه الصم طبعا بمشاركه اخونا الاستاذ محمد واستاذنا الاستاذ ايمن، بدانا نجمع الصم وبدانا نقعد معاهم ونثقفهم تثقيف ديني وتثقيف توعوي. تمام. هنبتدي نشوف مع بعض تقرير عن جمعيه صناع الخير واحد مشروعاتها اكاديميه السنس. نشوف مع بعض التقرير ونرجع تاني نكمل كلامنا عن مبادره الصم يتعلمون. استاذ ايمن، عن الموضوع التثقيفي بالنسبه للصم، دور المجتمع ودورنا احنا كاشخاص او افراد في المجتمع نعمل ايه عشان نثقف الصم ونرتقي بالحاله الاجتماعيه بتاعتهم او الحاله التثقيفيه بتاعتهم؟ هو انا برضو هرجع وهبدا من ناحيه الشخص الاول، من ناحيه احنا كاشخاص، لان احنا الاشخاص هينتج عنه المجتمع بعد كده. اول حاجه ان احنا لازم نعرف ان الفئه دي فئه عاديه جدا، يعني بيفهموا وبيتعاملوا مع الناس وبيعيشوا زيهم زي الناس الطبيعيين، مفيش خوف. لان انا بزعل جدا لما الاقي بعض الناس بتخاف منهم، بتاخد جنب وتخاف منهم. لا يا جماعه، ده هم الحمد لله هم مش مجانين ولا حاجه، هم الحمد لله ناس طبيعيين جدا وبيتعاملوا، والحمد لله في ناس منهم متزوجين وبيخلفوا وحياتهم طبيعيه جدا. بس هي المشكله بس كلها تتلخص في التواصل. طيب كيفيه التواصل؟ اول حاجه ان انا لازم اقدم على المساله دي ان انا اعرف ايه هي سيكولوجيه الاصم، سيكولوجيه الطفل الاصم ده. اولا لازم يعرف ان اولا ان هو ولد طبيعي جدا عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص، وان انا احاول افهم اللغه بتاعته. يعني نقدر نقول ان المجتمع لازم أن يشارك في تثقيف الصم نفسه، دي حاجه اساسيه. تمام. حتى تمام. لا ينتج اي اخطاء بعد كده وتبقى ليها مشاكل او مردود فعلي على الفرد وعلى المجتمع طبعا. تمام. محمد، في نهايه الحلقه تحب تقول ايه لاصحابك الصم كلهم؟ المتكلمين مش اعلى مننا، المتكلمين زينا زيهم، احنا كلنا شركاء في الوطن. لازم الصم نتعلم ونفتح مخنا كويس، لازم نتنور، كلنا نبقى تمام شركاء في الوطن، ولازم كلنا نرتقي مع بعض، وانا بحبكم. طيب استاذ ايمن، في نهايه الحلقه احنا عايزين نتكلم ندي ارشادات سريعه للاسر اللي عندها طفل اصم. بالنسبه للاسره اللي عندها طفل اصم، اول حاجه المفترض ان هي تتواصل معاه، اول حاجه لازم تلحقوا بمؤسسه تعليميه، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هي تحاول دايما تتجه مع المؤسسه التعليميه اللي موجوده دي، بحيث ان هي المؤسسات بيبقى فيها نوع من الارشاد بالنسبه للوالدين، قد تكون عن طريق اول يتعلموا لغه الاشاره، يتعلموا الحاجات او الوسائل اليوميه الخاصه بطفلهم الاصم، اللي هي نعتبر نقول الاساسيات بتاعه لغه الاشاره، اللي هي الاساسيات اللي انت تقدر تتعامل مع الطفل من غير لغه الاشاره نفسها، الاساسيات اللي هي التعاملات الحياتيه اليوميه الخاصه للطفل الاصم. تمام. طب ننصحهم بايه تاني؟ النقطة الثانية المهمة ان هم يعني ما يتحرجوش ان عندهم طفل اصم، لان انا ممكن انا اعرف ناس عندها نوع من الحرج في مسألة انها تعرف ان عندها الى ذلك، ويعني ان هم خجل من المجتمع ان انا دي عندي او ان ده راجل، هو نوع من الحرج الاجتماعي. تمام. في بعض الناس فعلا زي ما بيبتدوا لو عندهم طفل ذوي احتياجات خاصة بيبتدوا ان هم يحبسوه في البيت، ما يطلعوش ما يخلوهوش يطلع بره الشارع عشان الناس ما تتكلمش تقول مثلا ده معاق او ده كذا، وكمان خاصه لو عنده اخوه بنات او اخوات بنات. تمام. طبعا بيأجل موضوع الزواج عندهم، فالناس بتبص لها من الموقف ده طبعا. نعم. تمام. هي دي انا معاك فيها، ولكن زي ما بقول لحضرتك المفترض ان هو يعني ان الناس ترضى بقضاء الله وقدره، دي لازم انت الانسان عشان يرتاح في المساله دي فيرضى بقضاء الله وقدره، ده مساله منتهيه. لكن انا هنا لازم اتقبل الطفل المعاق، اتقبل انا ابني كطفل معاق. تمام. يعني دي حاجه اساسيه. طيب يبقى احنا لازم برضه نوعي الناس ونقول لهم تقبلوا الطفل على الحاله اللي هو موجود فيها، ودي طبعا هبه ومنحه من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكون سبب في دخولنا الجنه باذن الله. في نهايه الحلقه بشكر استاذي الاستاذ ايمن جلال، موجه الاعاقه السمعيه باداره التربيه الخاصه بالفيوم،
وبشكر اخي وصاحبي الاستاذ محمد دخيل على حضوره معانا ومشاركته معانا الفعاله. في نهايه الحلقه مشاهدينا الكرام، سعدنا بكم ونتمنى نكون قد اسعدناكم، وعلى وعد بلقاء متجدد مع حلقه جديده وبرنامجكم اليومي اسعاف. شكرا لكم وتقبلوا تحياتي، ابو الخير احمد. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.صحة.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/الصحة channel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/الصحة tv، وعلى تويتر www.twitter.com/الصحة tv.